الديمقراطية لما بتتركز في أن في ورقة الانتخاب مثلا، ورقة الانتخاب يمكن المظهر الخارجي للديمقراطية، لما بتتركز فيها في ورقة الانتخاب كأنها بتقول أنك أنت عندك فرصة لتختار، معنى أنك بتنتخب أنك بتختار، والاختيار بيقتضي واحد صدق في الأخلاق، اثنين مقدرة على التمييز، وده ما يمكنك أن تسمي به. وأن الحكم الديمقراطية أصلا حكم الشعب الرشيد لنفسه، الديمقراطية أرقى أنواع الحكم. بيحصل أن بعض الناس يسيئوا تطبيق الديمقراطية، مش البلاد المتخلفة، الديمقراطية في مجالات كثيرة تطبيقها بيساء، لكن ما من أحد عاقل يقول أن الديمقراطية معيبة. العيب ما ممكن يكون في الديمقراطية، العيب في الناس اللي بيطبقوا الديمقراطية، وما أحد من الناس عاقل يقول أنه هو كفر بالديمقراطية، كفر بالزعم اللي بيفسدوا تطبيق الديمقراطية. ولحسن الحظ أنه كل ما الزعم أفسد تطبيق الديمقراطية الشعوب بتوعى لتأخذ منه السلطة لتعطيها لغيرهم. وحسنة الديمقراطية هي أن الشعوب بتقدر أن تغير بدون ما تحتاج لثورة بيضاء أو حمراء. ولذلك الديمقراطية الفاسدة أحسن من الدكتاتورية الرشيدة، إن صح أن الدكتاتورية يمكن أن تكون رشيدة. الديمقراطية فسادة أحسن من صلاح الدكتاتورية، لأن الصلاح الدكتاتورية صلاح مظهري. نحن مثلا بنعرف أن العساكر لما عملوا منجزات، بعض الناس يقولوا أنهم والله الحكم العسكري كان أفضل من الوضع ده. أنا أفتكر أنه بيتكلموا المسألة دي من نوع العطف على الديمقراطية ليحض الناس ليغيروا بس، لكن إن جو في الجد في الموضوع ده ما يمكن لأي سوداني أن يختار الحكم الدكتاتوري أو الحكم العسكري بديل عن الحكم الديمقراطي، لأنه زي ما قلنا حسنات الديمقراطية أنها بتستطيع أن تصحح خطأ. ماذا من احنا بنستطيع ان ننقد مثلا ازهري وننقد محمد احمد محجوب، ننقد السيد الهادي، ننقد زعماء الاحزاب الكبيره والناس المسؤولين في النظام الديمقراطي، نحن بنستطيع ان نصلح ونصحح، لكن ما كان واحد مننا بيستطيع ان ينقد الحكم العسكري وحلوا الاحزاب فعلا وانتهوا منها. لذلك الثوره كانت مكبوته في صدور الناس لغايه ما استعلنت وانفجرت مره واحده، فكانت مفاجاه لكل واحد. فالحكم الديمقراطي ما في له بديل، لكن في اللحظة الحاضرة وفي مرحلة تمرير الدستور الإسلامي الحكم الديمقراطي مهدد بأن يزيف، لترجع المسألة لصورة من الحكم الدكتاتوري مغلف بقداسة الإسلام. الناس اللي بيتكلموا عن الموضوع ده كثيرين في الوقت الحاضر، لكن جهالات واضحة، ما من أحد بيكتب في الناحية دي إلا يمكن كشفه بسرعة، لأنه بتلقاهم، وده لحسن حظ الشعب السوداني وتوفيق الله له، بتلقى الناس اللي بيكتبوا في الناحية دي عندهم فجوات وجهل بالنظام الديمقراطي وبالنظام الإسلامي، ولذلك ما بيستقيموا. لكن في مخاطبة لعواطف الشعب، وبطبيعة الحال النظام الطائفي مكتل الشعب ليمرر المسائل دي بالأغلبية الميكانيكية. والبارح نحن قلنا أن الخطر المواجه الشعب السوداني هو خطر على أي حال مرحلة، لكن النتيجة في الآخر لابد أن تكون وصول الشعب السوداني لمراتب الكرامة والشرف والمعرفة. الخطر المرحلي جائز أن يمر دستور إسلامي جاهل بالأغلبية الميكانيكية في الجمعية التأسيسية، فيدخل الناس في تجربة لحكم إسلامي جاهل، يدخل الناس في تجربة لحكم مهدية جديد، الخطر ده فيه. والناس اللي بيدعوا للدستور الإسلامي مثلا زي السيد إسماعيل الأزهري، زي أجهزة الحكم مثلا وزارة الاستعلامات أصدرت كتاب بتقول فيه أن الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية. أنا الغباء اللي بقوله لكم والجهالة اللي بقوله لكم أنها بتتصل بالناس اللي بيدعوا كشفها ظاهر، لأن واحد لما يقول لك مثلا الدستور الإسلامي كان مطبق في المهدية كأنما هو عايز يعيد حكم المهدية مرة تانية بدعوة للدستور الإسلامي. هذه ما بتكلف الناس شيء كثير ليكشفوها. الجهات اللي يمكن أن تجوز عليها الدعوة زي دي كثيرة في الحقيقة، ولذلك الخطر قائم.
أنا أفتكر ناس مدرمان، ناس الخرطوم، ناس مدني، ناس المدن الإقليمية يمكن أن يعرفوا الخطر ده، لكن في الجمعية التأسيسية أثرهم في المرحلة دي ما كبير، إلا إذا استطاعوا أن يكون تأثير أكبر من مقدارنا العددي. وده ممكن الناس الواعين لو قاموا وعملوا وما كانوا سلبيين. الإنسان الواعي الواحد يمكن أن يزن عشرات أو ميات من الناس المواعين. إذا كان الأمر ده ما حصل، إذا كان الواعين ما استطاعوا أن يكون تأثير أكبر من مقدارنا العددي، الخطر قد يكون أن الجمعية التأسيسية تمرر صورة جاهلة باسم الإسلام وتجي سيطرة من الحكم الإسلامي، بيكون في فساد في الحكم بوعي الشعب بسرعة. لكن أنا بفتكر وده كلام قلته مبارح، قد يكون معه خطر أنه كثير من مستويات الشعب السوداني تلج عن الإسلام برضو، وتكون تربة خصبة للدعوة الإلحادية والدعوة الشيوعية. وأنا أكد لكم أن الشيوعيين اللي عندنا في الوقت الحاضر ما بقوا شيوعيين إلا لأن الناس الجهل اللي بيمثلوا الإسلام كرجال دين أيأسوا الشباب منه، والشباب ما كانت عنده الحكمة والمعرفة الكافية ليقول أنه رجال الدين أخطأهم معاهم والإسلام بريء، فقاموا حكموا على الإسلام بحكم أخطاء رجال الدين، حكموا عليه بالقصور، انصرفوا ليبحثوا الحلول عن مشاكلهم في المذاهب الأخرى جاءت الشيوعية. إذا كان الطائفية وجبهة الميثاق فقهاء الفقهاء اللي عندنا مشوا باتجاههم ده ليجيبوا للبلد حكم إسلامي، قد يكون هم دعاة للشيوعية أكثر من عبد الخالق وجماعته، وقد يكون البلد فعلا معرض إلى أن يلج عدد كبير من الناس عن الإسلام تماما. بتجي مرحلة الشيوعية، ده كله افتراض وأنا بفتكر أنه بعيد لكنه مفتوح، الاحتمال فيه مفتوح، إذا جاءت مرحلة تجربة الشيوعية الشعب برضو راح يلقى المرارة وبقى خيبة الأمل وبيرجع منها. وفي آخر المجال العالم كله، ودي حاجة أنا واثق منها كل الثقة، العالم كله في آخر المطاف ما عنده غير الفكر الإسلامي. الشيوعية في مراتبها هسع وفي مجالاتها بدأ فشلا. الفكر الماركسي فكر جيد كمرحلة، يعني في تاريخ البشرية في تطور البشرية كان ضروري يظهر ماركس ويظهر لينين ويجي التطبيق السوفيتي. روسيا في ظهورها اللي ظهرت به كمرحلة في تاريخ الإنسانية، في قسمة العالم لكفتين يتنازع بيناتهم في الثنائية القائمة اللي هي مرحلة ضرورية قبل وحدة العالم، الفكر الماركسي كان مرحلة تاريخية ضرورية. الخطأ البيجي هو أن يعتقد الماركسي أن نظام ماركس هو نظام البشرية بكرة، ده حتما وقولا واحد أنه خطأ، لا يمكن للماركسية أن توجه مصير البشرية بكرة. لذلك إذا كان السودان تورط في تجربة الماركسية راح يوعى برضو، هيبقى الخطر المواجه والخطر المرحلي ده. وأنا بفتكر أنه احتماله ضعيف، لكن من الحكمة ومن العقل أن الناس يعطوه وزن أكبر مما هو على حقيقته ليكون في احتراز منه. إذا كان جات المسألة زي ما نحن بنعتقده وده الاحتمال الأكبر، هو أنه الناس اللي بيزيفوا الإسلام باستمرار بينكشفوا من عمل من دعاة الإسلام وبينكشفوا من تفشيل من الله ليهن، إن الله لا يهدي كيد الخائنين.